بن شرقي تواصل مع النادي الأهلي للمرة الثالثة منذ وجوده في نادي الزمالك، لكن المرة دي كان في جلسة عرض فيها طلباته، أو مش هو يعني، وكيله المغربي قعد مع مسؤول النادي الأهلي وعرض طلباته ومنتظر رد النادي الأهلي. أنا طلباتي 1 2 3، والنادي الأهلي كان ما بيدخلش في مفاوضات الفترة اللي فاتت بسبب طبعا يعني إن مش عايزين نعمل بلبلة، لكن خلاص أصبح افيلابل متاح بن شرقي لكل الأندية. وكان بن شرقي من اللعيبة الفترة اللي فاتت رافض نوعا ما فكرة إن هو يكون موجود في نادي الأهلي، لكن بعد الأحداث الأخيرة لا خلاص الموضوع بقى متاح للجميع، وهو يحق ليه التفاوض مع أي حد. وعلى فكرة الزمالك ما بيقفش على أي حد، وده هنقوله في حلقتنا، هنقول حاجات كتير جدا جدا، وهنقول الزمالك مين اللي هيلعب معاه ومين المرشح ان هو ينضم لنادي الزمالك، والزمالك هيعمل ايه، وفيريرا بيعمل ايه، واسامه نبيه بيعمل ايه. بقول لكم عندنا اخبار النهارده كل دقيقه في كواليس مهمه جدا، والاصابات المتكرره لبيرسي تاو بتعجل بانضمام بن شرقي للنادي الاهلي. بيرسي تاو اتصاب النهارده للمره الثالثه، فاصبح خلاص بقى كل شويه. وكنا قلنا الكلام ده، قلنا اللعيب ده كويس جدا بس خلي بالكم بيتصاب كتير، هو راجل يعني بيتصاب كتير، دي تالت مرة يتصاب منذ قدومه للنادي الأهلي في وقت القياسي. بن شرقي قال طلباته للنادي الأهلي، بن شرقي في انتظار رد النادي الأهلي عليه. الموقف دلوقتي معروض على الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسام غالي عضو اللجنة. طلبات بن شرقي 1 2 3، هنعمل ايه؟ خلي بالكم بن شرقي كان دايما مطروح على طاولة المفاوضات في النادي الأهلي، والحمد لله احنا يعني انا كنت الوحيد اللي بقول الكلام ده منذ كاس العالم الانديه، مش دي اللي فاتت. كان بن شرقي هيرحل بسبب تاخر مستحقاته للنادي الاهلي، حصل في الامور امور وتم سداد المستحقات والموضوع اتلم، لكن دلوقتي خلاص نادي الزمالك قال لك لا عايزين بن شرقي ولا عايزين طارق حامد ولا عايزين ابو جبل. نادي الزمالك ما وقفش على اي حد، ودي حقيقه، ودي حقيقه، نادي الزمالك لا يقف على اي لعيب، لكن لازم هتعوض اللعيبه دي بلعيبه ثانيه، لان نادي الزمالك في حاجه اساسا برغم وجود اللعيبه دي اللي يعني مستواها كبير ومستواها كويس وكل حاجه، لكن ما حققتش بطولات تليق بنادي الزمالك، اللهم الدوري السنه اللي فاتت، غير كده ما فيش، ولا بطوله افريقيا ولا اي حاجه خالص، هي الكونفدراليه برضو ولا يليق بنادي الزمالك. من 2002 الزمالك ما حصلش على دوري ابطال افريقيا. اذا بن شرقي على طاوله المفاوضات في النادي الاهلي، خلاص هيتحسم امره، هيتحسم امر بن شرقي، ونادي الاهلي هيرد عليه في خلال اسبوع، يعني احنا مش هنروح مع بعض بعيد، احنا خلال اسبوع هقول لكم ايه اللي هيحصل. لكن خلاص الراجل بلغ النادي الاهلي طلباته، والفتره اللي جايه ممكن يحصل فيه حاجه. وبرده الكلام ده انا قلته من زمان، مش اول مره اقول بن شرقي والنادي الاهلي، يعني كلمه بن شرقي والنادي الاهلي مش اول مره اقولها هنا، انا قلتها من فترات متباعده بشكل كبير جدا. طيب